تتبعي قناة أنفاس بريس، مرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص الذي نستضيف فيه السي عبد الغني الراقي من أجل مناقشة الوضع التعليمي في المغرب والاحتجاجات التي عرفها المغرب على صعيد أو على صعيد القطاع التعليمي. السي عبد الغني مرحبا بك. تحياتي، مرحبا بكم في مقر النقابة الوطنية للتعليم سيدتي بالدار البيضاء. خير العطلة الربيعية احتج مجموعة من الأساتذة المتعاقدين في مدينة الرباط، الأمر الذي أثار ضجة على مستوى منع الاحتجاج. أنتم كنقابة وطنية للتعليم كيف تعاملتم مع هذا الحدث هذا؟ فعلا العطلة الأخيرة اللي كان فرض أنه يكونوا فيها الأساتذة في وضع ديال الراحة يرتاحوا، مع الأسف الشديد لقينا أنفسنا مكرهين أننا خصنا نحتجوا في ذاك الزمن باش ما نزيدوش نفاقموا الهدر ديال الزمن المدرسي ديال التلاميذ. في هذا الإطار هذا كانت هناك مجموعة من الاحتجاجات ديال الأساتذة اللي فرضهم التعاقد، كذلك ديال حاملي الشهادات، ديال الزنزانة 10، ديال المربيات، ديال العديد من 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 من, من الفئات التعليمية اللي كانت نازلة للرباط، شوارع الرباط أمام الوزارة باش تحتج. هذه الاحتجاجات كلها وجهت بالقمع، بواحد القمع شرس وعنيف غير مسبوق في الحقيقة اللي شاهدوه المغاربة كاملين. ولحسن الحظ كاين العديد من المواقع ديال التواصل اللي تنقلت الأوجه ديال التعنيف والتنكيل بل والتحرش اللي تعرضوا ليه واحد العدد ديال الأستاذات. فهاد هاد 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 القمح هذا احنا بالنسبة لنا كنقابة احنا ما كنعتبروش بأنه مفاجئ وبأنه شي حالة شادة ونادرة. هذا قمع في الحقيقة يتناسب مع الطبيعة ديال النظام في البلاد، نظام قمعي مستبد هكذا كيتعامل مع جميع الأشكال ديال الاحتجاج. ففي نفس الفترة كان هناك قمع المواطنين المغاربة خرجوا كيحتجوا في ولاد عياد مثلا في موضوع آخر لا علاقة له بالتعليم. فإذا جميع الاحتجاجات في هذه الفترة هذه الدولة ركبة على هذا السياق ديال الجائحة والتشريعات القانونية اللي دارت في هذه الفترة هذه ديال الجائحة، وكت بهذه التشريعات هذه كتحارب فقط الاحتجاجات بل وفي الوقت اللي كتحابي وما كتدخلش بالنسبة لواحد العدد ديال التجمعات. نذكركم بالتجمع اللي تعمل في العيون في إبان الموضوع ديال القرقرات اللي جمع ما يزيد على 56 ألف ديال المغاربة اللي خرجوا كفرحانين بالاعتراف ديال أمريكا بالصحراء المغربية إلى غير ذلك. فأنا ذاك ما كنبانش الدولة أنه هناك خرق ديال الحجر وأنها يجب أن تتدخل. الدولة تتدخل فقط في الأشكال ديال الاحتجاج اللي كيعبروا عليها مختلف الفئات في التعليم أو في غير التعليم. ولكن البعض يقول أن هذه المسيرة لم تكن حاصلة على ترخيص والأمر يستدعي أن تدخل السلطات من أجل منعها. هذه المسألة هذه مبالغ فيها وغير صحيحة وغير معهودة. ماشي ما كان هناك العديد من المسيرات بالمناسبة المسيرات ديال الأساتذة في التعاقد والمسيرات ديال واحد العدد ديال الفئات اللي كتحتاج في الرباط تحتج بدون ترخيص. كنتكلم على خارج قبل الجائحة. في هذه الفترة ديال الجائحة الدولة ركبات على التشريعات ديال الجائحة باش كتمنع هاد النوع ديال الاحتجاج. اذا هاد المساله ديال الترخيص الصحيح ملي تبغي تنظم مسيره فاتح ماي او غير ذلك كتنظم مسيره كتطلب ترخيص وخص يكون عندك ترخيص كتابي او منع كتابي. بالنسبه للوقفات الاحتجاجيه قانونيا ما كاينش هناك الوقفات ما فيهاش من الناحيه القانونيه ترخيص مسبق. كاين في احسن الاحوال يمكن يدار اشعار اخبار بانه غادي نعملوا وقفه. هادشي اللي كنعملوا كنقابه في عديد من المناسبات. دعت النقابة الوطنية للتعليم إلى إضراب 22-23، نحن الآن سنعيش 23 مارس، وأيضا إضراب 5 أبريل، علاش هذه الدعوة تاع الإضراب؟ طيب احنا غنرجعوا للموضوع دابا، غادي نرجعوا للموضوع ديال أنه الغائب الأكبر والسبب الرئيسي ديال هذا الغليان اللي كاين في الساحة منذ مدة هو الغياب ديال طاولة الحوار. الوزير ديال التربية الوطنية أنا كنأكد لك ويمكن لك تسجل هذا التاريخ هذا لم يجلس مع الحركة النقابية، يعني مختلف النقابات لم يجلس مع الحركة النقابية منذ أكثر من سنتين، بالضبط من 25 فبراير 2019 ما يزيد على سنتين ما جلس الوزير مع الحركة النقابية. الغياب ديال الوزير وديال الوزراء على الطاولة ديال الحوار وغياب الحوار هو اللي خلى أن المشاكل تراكمات ولا العديد من المشاكل، سواء المشاكل العامة اللي كتهم كل شيء غير التعليمية
بحال ملف النظام الاساسي اللي كيهم الجميع، وبحال الملفات الفئويه الذين فرضهم التعاقد، الشهادات، زنزانه 10 الى غير ذلك، غادي توجيه وتخطيط الى غير ذلك من الملفات. هذا والعدد ديال هذه الملفات اليوم وصل 23 ملف، ما يزيد على 23 ملف. 23 ملف وضعناها على دار الوزاره كنقابه وكحركه نقابيه، وضعنا 23 ملف، ولكن غياب الطاوله ديال الحوار وغياب الحوار ادى لانه هذه الملفات هذه تتراكم العدد من حيث العدد، وكذلك المشاكل تتفاقم والاحتقان كي يتزايد ويتضاعف. هذا إذن الاحتقان وهذا الاحتجاج هو نتيجه منطقيه لغياب المعالجه ديال الملفات، والمكان الطبيعي لمعالجه الملفات هو طاوله الحوار في المغرب وفي العالم. هناك من يقول بأن الإضراب هو الرياضة المفضلة لنقابة التعليم. فهذا كلام غير، هذا غير، هذا كلام ماشي مسؤول وغير صحيح، غير صحيح. الإضراب عملية مكلفة، الإضراب والاحتجاج عملية مكلفة، حتى فيما يخص السلامة الجسدية، وأنتم شفتوا فيما يخص السلامة الجسدية ديال النساء ورجال التعليم وديال المحتجين، العملية مكلفة، وبالتالي ما يمكنش تكون مجرد نزهة في الرباط أو في غير الرباط. هذا الكلام غير صحيح بالبتة. العملية مكلفة من الناحية المادية، الناس راه كتكلف نفسها، راه ما كاينش واحد اللي كيمول التحرك ديال الأساتذة وديال الاحتجاجات النقابية أو غير النقابية ديال مختلف الفئات، ما كاينش حد اللي كيمولها، الناس كيمولوا من جيوبهم، بالتالي العملية ما ليست مجرد رياضة ولا نزهة. هذا كلام على اتحال. بالعودة إلى الأساتذة المتعاقدين، هل هناك تنسيق بينه وبين النقابة الوطنية للتعليم؟ كاين علاقه ديال التنسيق، بدليل انه حنا هذا الملف ديال التعاقد، هذا ملف كنعتبره ملف ديالنا كنقابه وكحركه نقابيه، ولعلمك راه العديد من الاساتذه الذين فرضوا التعاقد منخرطين معنا بالمسؤولين في النقابه. فلدينا في واحد العدد ديال منطقه المغرب ماشي غير مسؤولين في النقابه في المكاتب النقابيه، الذين كنت تابع مين وصلوا الافواج دابا تتراكم من 2016 الى اليوم. فهناك اساتذه في وضعيه ديال التعاقد متعاقدين مع الاكاديميات رغم عنهم، اللي هما الان مسؤولين في النقابه في المكاتب، او كما قلت هناك كتاب عامون في النقابه. اذن حنا معنيين بالملف اول، هذا ملف فيه سنعتبره ملف ديالنا بغض النظر على واش ينخرطوا معنا الناس ولا ما ينخرطوش، ولكن انا نقول كاين منخرطين بواحد العدد كبيره وكاين مسؤولين في النقابه. اذن هذا الملف ديالنا وحنا متبنينه، والتنسيقيه اللي تاسست منذ مده، تنسيقيه ديال الاساتذه المفروض التعاقد، تنسيقيه حنا كننسقوا معها حيثما تتيسر الامور. ونذكرك بانه حضرنا معهم في على الاقل واحد جوج لقاءات في الوزاره، واحد لقاء كان فيه الوزير، جوج لقاءات في الوزاره حضرنا النقابات التعليميه الى جانب الممثلين ديال هاد التنسيقيه هذه. اذا هاد كاين واحد النوع ديال التناغم وديال العمل المشترك. صحيح ما كنطمحوا لاكثر من ذلك، لكن لحد الان جوابا على السؤال ديالكم كاين هناك تنسيق في حدود معينه. الى جانب الملف تاع الاساتذه المتعاقدين، ما هي اهم الملفات التي تدافع عنها او ترافع عنها النقابه الوطنيه للتعليم في هذه السنوات الاخيره؟ كما قلت لك الملف الشغيله التعليميه تتراكم، وحنا وضعنا لدى الوزاره 23 ملف، والملفات اليوم نقول لك اكثر من 23 ملف، 23 ملف اللي وضعنا لدى الوزاره. وكان اخر لقاء ماشي مع الوزير، كان مع احد المرؤوسين ديال الوزير في 21 يناير 2020، هذا تو في حد ذاته مر عليه اكثر من سنه، كان في هذا اللقاء هذا رافعنا عن جميع الملفات 23، يعني كنا نقابات كامله، نقابات في المغرب في التعليم كاين 6 نقابات اللي كتسمى قانونا نقابات اكثر تمثيليه، منهم النقابه الوطنيه للتعليم سي دي تي. قدمنا هاد 23 ملف، قدمنا المقترحات ديال الحلول، قدمنا ما نتصوره حلولا لهاد الملفات هذه. هاد الملفات هذه فيها وكيف ما قلت في البدايه وعلى راسها ملف كبير اللي كيهم الجميع، هو ملف النظام الاساسي. النظام الاساسي والملف، النظام الاساسي هو النظام اللي كينظم العلاقه ما بين الموظفين وما بين الوزاره. هذا النظام تآكل وتقادم بحيث يعود الى 2003 هذا النظام، وبالتالي آن الاوان لانه يتم تجديده واخراج نظام اساسي جديد. هذه المساله هذه مسلمه بها الوزاره، وناقشت معنا هذا الامر هذا منذ 2014 وما كيناقشوا معنا، ولكن وقفنا في النهايه على انه يمططون، ليست لهم اراده ديال اخراج نظام اساسي حقيقي جديد اللي يمكن تعالج فيه مجموعه من الملفات. هذا الملف رقم واحد، الملف كبير، الملف ديال الاساتذه في التعاقد، ملف كذلك بنظر الحجم ديال والعدد
اللي تقريبا الثلثين الثلث دابا 34% من الشغيله التعليميه اليوم هما اساتذه في وضع ديال التعاقد. الملف ديال الاداره التربويه لعلمك الاداره التربويه في هذه اللحظه اللي كنتكلم معك راه هما كيحتجوا امام المديريه الاقليميه بحضور تحتجوا مؤطرين بالنقابات التعليميه اليوم في جميع المديريات الاقليميه في هذه اللحظه هذه صباح هذا اليوم 23 مارس 2021. وهذا اللي كانت تعطات فيه وعود ديال انه غادي تخرج فيه مراسيم، مراسيم هي اللي غتعالج الملف ديال الاداره التربويه. لم تصدر المراسيم، لم تحترم الالتزامات والوعود، لهذا خرج الجميع كيحتج. الملف ديال الترقيه بالشهادات كذلك اللي تعطى فيه التزام ديال انه غادي تصدر فيه مراسيم اللي تعالج الملف ديال الترقيه بالشهادات. هذا مع الاسف كذلك لا حياه لمن تنادي، ليس هناك ما يؤشر او ما كاين حتى شي بوادر ديال انه غتكون هناك مراسيم اللي غتعالج هذا الملف ديال الترقيه بالشهادات. وراهم الان في هذه اللحظه اللي كنتكلم معك فيها الاساتذه حاملي الشهادات راهم في الرباط في الشوارع ديال الرباط الان كيحتجوا بعد ما احتجوا خلال العطله بكاملها. اليوم هما مرابط كذلك عنوا على اضراب لمده اسبوع من بدايه من الاثنين، عندهم هما اسبوع ماشي غير يوم او يومين او ثلاثه ايام، اسبوع حتى نهايه هذا الاسبوع هذا، ويمكن يمدوا. راهم كيحتجوا وكذلك هما من الفئات اللي تعرضت للقمع خلال في الشوارع ديال الرباط، كما تم قمع اساتذه الذين فرضوا التعاقد وغيرهم من الفئات. هذا الملف كذلك الملف الثالث، كاين ملف ديال الاطر التجويه والتخطيط، هذا كنقول لك الملفات اللي تعطى فيها التزام من بعد ما رافعنا وقدمنا مقترحات تعطى فيها التزام. الملف ديال الاطر التجويه والتخطيط التربوي كذلك هذا واحد في واحد الوضعيه شاده كذلك وفيه العديد من الاحتجاجات. ملف ديال المساعدين التقنيين والمساعدين الاداريين، ملف ديال الزنزانه 10، هذه الملفات الاخرى. الملف ديال المكلفين خارج السكن حتى هو تعطى فيه التزام ديال تخرج فيه مراسيم وتحل المشكل. وكاين الملفات الاخرى، يعني واحد اربعه الملفات تعطات فيها وعود والتزامات بان غتخرج فيها مراسيم. الملفات الاخرى 19 تعطى فيها التزام بانه غادي يجاوبونا على ما قدمناه من مقترحات، تجاوبنا الوزاره على ما قدمنا من مقترحات. مع الاسف الشديد لم تقدم الوزاره اي مقترحات، والملفات انا كما قلت لك مازال تتراكم، والناس بعد ما تيكونش هناك حلول كيف كيكون التفكير المنطقي هو الخروج للشارع. دابا حنا كنقابه في هذه السنه هذه بسبب كما قلنا المشكل الاصلي اللي هو غياب طاوله الحوار. من البدايه اعلنا على جوج البرامج النضاليه، البرنامج النضالي الاول انتهى، الان حنا في برنامج نضالي ثاني. الاول كان فيه بدءا من 5 اكتوبر كان اللي هو اليوم العالمي للمدرس، اليوم العالمي للمدرس هو يوم من المفروض يكون فيه يوم للاحتفاء بالمدرس والاحتفال به. حنا حولناه بنظر لهذه الوضعيه ديال الغليان والغضب، حولناه اليوم ديال الغضب، وكان فيه احتجاج في المؤسسات التعليميه صباحا ومساء، واحتجاج في المديريه الاقليميه من طرف المسؤولين النقابيين. درنا اضراب ديال يومين في ديسمبر، واحد وجوج دجنبير، وفي اليوم الاول واحد كان هناك احتجاج ديال كان هناك وقفات امام المديريه الاقليميه. عملنا احتجاج على الوزير حيثما حل وارتحل في المغرب وهو يتراس المجالس الاداريه الاكاديميات باللافتات بالشعارات، ونحن نطالب بان يفتح الحوار لتعالج الملفات ديال الشغيله او لتخرج هذه المراسيم الموعوده اللي التزم بها. كذلك درنا وقفه احتجاجيه امام الوزاره في 22 دجنبير اللي كانت عباره على اعتصام واللي تقمعت بواحد الشكل رهيب كذلك، ولقينا الوزاره معسكره بواحد الشكل غير مسبوق كذلك. هذا البرنامج الاول. البرنامج الثاني اللي انطلق من هذه العطله هذه بالحضور مع جميع الفئات اللي كتحتاج بالاضراب اللي اعلنا عليه في 5 ابريل اللي غادي يكون مصحوب كذلك بوقفه احتجاجيه. وجهد المستجد، جهد المستجد ديال القمع اللي كان في الرباط، الاساتذه فرضوا التعاقد والاساتذه حامل الشهادات وغيرهم من الاساتذه، واللي خلانا اعلنا على اضراب ديال 22 و 23 مارس. اذا بشكل عام هذا هو البرنامج النظري خلال هذه السنه هذه، وحنا مقبلين يعني ما عندناش خيار الا ان نواصل الاحتجاج الى ما بعد هذا البرنامج هذا. حنا غاديين 5 ابريل والاحتجاج في الرباط، ولكن بعد ذلك الا ما كانش هناك امكانيه ايجاد حلول غادي سنواصل ببرامج نضاليه اخرى. شكرا سي عبد الغني، شكرا على قبول الدعوه.